حيان جهود التنمية في محافظات الصعيد بتشمل تقريبا كل القطاعات، منها الصحة، التعليم، البنية التحتية، مشروعات الكهرباء والمياه وغيرها. حياة من مشروعات حياة كريمة ومشروعات الطاقة الشمسية زي محطة بنبان في أسوان، لسه كنا مع حضراتكم بنستعرض تطوير كورنيش سوهاج وقبله تطوير روضة محفوظ في المانيا. خلونا نعرف أكثر من دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان الوضع هناك في الصعيد. برحب بحضرتك يا دكتور معانا. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور محمود، ما الذي حدث في الصعيد؟ يعني احنا بنتكلم من خلال أرقام والكثير من المتابعة والصور اللي بتنقل لنا هنا عن تطور شامل أو تطور في الكثير من القطاعات الهامة في الصعيد، وأنه لا يليق في هذا التوقيت أن احنا نقول أنه الصعيد أصبح أو ما زال مهمش أو فما الذي حدث في الصعيد؟ يعني وخلينا زي ما حضرتك تفضلت نتحدث بلغة الأرقام لأنها هي التي تعطي الدلالات الأكثر وضوحا، وبمقارنة بسيطة ما بين متوسط كافة مؤشرات التنمية البشرية على مستوى الدولة بالكامل ومقارنتها بمتوسط داخل الصعيد، سواء كنت أتحدث عن معدل الفقر، عن مستوى البطالة، أتحدث حتى عن متوسط نصيب الفرد من النادي، تدفق الاستثمار، هنجد أن هناك فجوة تنموية كبيرة أستطيع أن أقول أنها عزلت قطاع الصعيد عن الوجه البحري بالشكل الذي كانت تكرس فيه التنمية في العاصمة، وبالتالي كان له تداعياته السلبية ليس فقط على الجانب الاقتصادي ولكن أيضا على الجوانب الأخرى، منها طبعا أو يمكن أكثرها فكرة نزوح المواطن بحثا عن الرزق أو بحثا عن التنمية من إقليم الصعيد إلى الوجه البحري. يمكن كثير من الحكومات خلال الخمسين سنة الماضية كان لديها قناعة كبيرة أن الصعيد بحاجة إلى التنمية وأن هناك فجوة تنموية، لكنه بعض من هذه الحكومات وصل حتى إلى مرحلة التخطيط والدراسة، لكنه قليل منها قام بتنفيذ ما وعد به من مشروعات، وحتى ما نفذ كان معظمه في مجال الطرق والكباري بجانب بعض الوحدات الصحية والمدارس المتناثرة هنا وهناك، وبالتالي كان نتاج ذلك أن ظلت مؤشرات التنمية البشرية أيضا منخفضة داخل إقليم الصعيد، لكن منذ العام 2014 وتبني الاستراتيجية الشاملة لتنمية الصعيد والتي تأخذ في طياتها كافة الأمور التي يعني اتسقت إلى حد كبير مع المصطلح الذي أطلق عليه هو مصطلح حياة كريمة، والذي كان يأخذ في اعتباره ليس فقط الخدمات التي يحصل عليها المواطن من كهرباء وتعليم وصحة، ولكن أيضا تنمية هذا المواطن نفسه بوجود مشروعات تتناسب مع اعتبارات الجدوى الاقتصادية للإقليم الذي يعيش فيه، ويعني تصل هذا الإقليم بالمواني وبشبكة البنية التحتية بالشكل الذي لا يجعل الشخص أو المواطن مضطرا إلى الهجرة للعاصمة أو شمالا إلى العاصمة أو حتى شرقا نحو البحر الأحمر والعمل في مجال السياحة، وبالتالي تم توطين كثير من الصناعات داخل هذه المنطقة بالإضافة إلى ربط شبكة الطرق. أستطيع أن أقول أنه كون هذه المشروعات كانت شاملة ومتسقة إلى حد كبير، يمكن في استعراض حضرتك في المقدمة لاحظنا أن المشروعات تتناسب مع الميزة النسبية أو الميزة المطلقة التي يتمتع بها كل إقليم. كنت تتحدث عن بنبان والطاقة الشمسية التي تعتبر يعني الأولى على مستوى الشرق الأوسط ولها ترتيب على المستوى العالمي، هذا بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة أسوان. لو نظرنا إلى المناطق الصناعية التي طورت وكانت واحدة من أهم القطاعات التي تم أخذها في الاعتبار، ليه حصل هذا الكلام؟ لأنه التخطيط منذ البداية كان تخطيطا لا مركزيا، بمعنى أنه تم تحديد هذه القطاعات وهذه المشروعات من خلال المواطن نفسه ولم تفرض عليه فرضا من قبل الحكومة المركزية، وبالتالي فكرة التخطيط المركزي من خلال المواطن المحلي الذي يكون هو الأقدر على معرفة متطلباته ورغباته بالشكل الذي يمكن أن يعزز من مستوى رفاهية. بالحديث عن المواطن دكتور محمود، يعني الفوائد من المشروعات دي كيف تعود أو
دايما بنسأل عن مدى وصول هذه الخدمات للمواطن في أي مكان، وإحنا بنتكلم هنا عن الصعيد، هل يشعر المواطن فعلا؟ لأنه ده أمر هام كأهمية الأرقام على الأرض. نعم. شعور المواطن بالخدمات المقدمة له، طبعا حضرتك أستاذنا جميعا يعني من 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 هناك وتحديدا من أسوان. يعني خليني أتكلم على المستوى الاقتصادي والخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن. حينما أتحدث عن شبكة الطرق والمواصلات والبنية التحتية، فهذا أحدا لا يستطيع أن ينكره، لأنه أمر يعني استطاع أن يلمسه كافة المواطنين. خلينا أتحدث عن المشروع يمكن الذي حصل على النصيب الأكبر في توجيه حجم الاستثمارات، وهو مشروعات المياه والصرف الصحي، واللي كان الصعيد في حاجة كبيرة لها. احنا لو نظرنا حتى إلى مشروع حياة كريمة والمراكز التي دخلت فيه، كانت مراكز الصعيد هي الأكثر حظا في هذا الأمر. وخليني يعني أذكر أن هذا هو استحقاق دستوري، لأن الدستور نفسه ينص على تنمية أو وجوب تنمية المناطق المهمشة أو المناطق الأكثر فقرا، وبالتالي كان لإقليم ومحافظات الصعيد النصيب الأكبر، سواء في برنامج حياة كريمة أو في البرنامج المحدد خصيصا لتنمية الصعيد، وهو برنامج تنمية الصعيد اللي بيأخذ فيه طياته كثير من المشروعات. يمكن لا توجد حينما تحدث عن بنية تحتية، صرف صحي، مدارس، مستشفيات، وحدات صحية يتم تطويرها، هذا الأمر ملموس على كافة محافظات ومراكز وقرى ونجوع محافظات الصعيد بالشكل. لأنه حينما أتحدث عن تنمية حقيقية يمكن أن تحدث، لابد أن أركز على أمرين، وهي قدرة المواطن وعلى الإنتاج. وقدرة المواطن على الإنتاج بتشمل أمرين: الأمر الأول القدرة الصحية، وبالتالي ده تطلب مستوى صحي كفء إلى حد كبير. ثم القدرة العلمية، وده بيتطلب يعني مستوى تعليمي لائق بالمواطن، خصوصا في ظل التداعيات الاقتصادية التي بدأت تفرض. وفكرة الحديث عن رقمنة الاقتصاد والاقتصاد المعرفي، وبالتالي أصبح العنصر البشري هو أهم عنصر في العملية الإنتاجية. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة محمودة عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان. شكرا لك يا دكتور.